رقم 17681 بتاريخ 29/3/1442 هجري، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1/3/42/ت بتاريخ 24/3/1442 هجري. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1442-1443 هجري المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم 4177 بتاريخ 23/4/1442 هجري، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 258 بتاريخ 30/4/1442 هجري، رسمنا بما هو آت. أولاً، تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442-1443 هجري وفقاً لما يلي: 1. تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال. 2. تعتمد المصروفات بمبلغ 990 مليار ريال. 3. يقدر العجز بمبلغ 141 مليار ريال. ثانيا، تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة 1 من البند أولا من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلالا بما قضى به الأمر الملكي رقم 5445 بتاريخ 29/1/1442 هجري. ثالثا، تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتمادا في الميزانية. رابعا، تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة بما يلي: 1. السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة. 2. إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها والاقتراض والتمويل بجميع صوره سواء محليا أو دوليا وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي. ألف، إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها. ب. تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها. جيم، إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 313 بتاريخ 25/7/1437 هجري، والأمر السامي رقم 36612 بتاريخ 27/7/1437 هجري، وقبول التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات. د. تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ألف وباء وجيم من الفقرة 2 من هذا البند. ه. إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك على أن يراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي: 1. لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية. 5- لوزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية. 6- تفويض وزير المالية بإعداد لائحة تنظم إجراءات الحصول على خدمات التمويل وطرق الاستفادة منه، بما يشمل تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والإجراءات اللازمة والأحكام ذات العلاقة والرفع بذلك. 7- يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة. 2- تفويض وزير المالية خلال السنة المالية استثناء من الفقرة 2 من البند 1 من هذا المرسوم والفقرة 1 من هذا البند بما يلي: ألف، تخصيص جزءا من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية تنفيذا للأمر الملكي رقم 55685 بتاريخ 30/11/1438 هجري للأجهزة الحكومية القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية، التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق. ب- لوزير المالية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية إيراداتها المقدرة في الميزانية وأعلى منها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم 36242 بتاريخ 30/6/1440 هجري، المتضمن منح وزير المالية صلاحية وضع تعليمات وترتيبات بصفة تجريبية لتطبيق آليات لتنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية خلال عامي 2019 و2020 ميلادي. 8- لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية. 9- لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلالا بما تقضي به الفقرة 1 من البند 4 والبند 8 من هذا المرسوم. 10- تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية وأوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم 49 أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك. 11- لوزير المالية بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخطوط الحديدية وغيرها تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية. 12- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 2- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى. 13-
في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية تلتزم الجهات الحكومية بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1442-1443 هجري، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة بما تم وفقا للبند خامسا من الأمر السامي رقم 51250 بتاريخ 7/9/1441 هجري. 2. على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على منصة اعتماد وفقا للأمر السامي رقم 37993 بتاريخ 30/7/1439 هجري، بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 14. تعتمد التشكيلات الإدارية الوظيفية لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية. 2. لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. 3. يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة ذات العلاقة، على إنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية. 4. يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة 11 فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة 10 فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم 63336 بتاريخ 8/12/1439 هجري. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة 10 فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 15. على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة. 16. يصدر وزير المالية ما يأتي: 1. القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.